إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. نجتمع هنا لكي نؤبن ثلة من محبي أهل البيت من عشاق الشهادة الذين أكرمهم الله عز وجل بالشهادة، وهي أمنية كل مؤمن. وليس غريبا على محب أهل البيت، على المسلم المخلص، أن يلقى الله شهيدا، وليس أعظم خاتمة من هذه الخاتمة. هؤلاء الشهداء ليسوا ظاهرة جديدة، فهذا النهج نهج الحق حافل بالشهداء منذ اليوم الأول، ويبقى حافلا بالشهداء. لكن هناك ملاحظات. أولا، من هو المنتصر ومن هو الخاسر في هذه العملية، عملية قتل هؤلاء الشباب؟ هل يظن الظالم أنه هو المنتصر؟ إن ظن ذلك فهو أغبى من الأغبياء، لأنه لا يفهم أبجديات التاريخ. الظالم الذي قتل هؤلاء ظلما وعتوا لم يشاهد يوم الثلاثاء ألوف بل عشرات الألوف بل أكثر من المواطنين يصطفون اصطفافا لكي يساهموا في تأبين هؤلاء الشهداء. أليس في ذلك دلالة واضحة على أن استفتاء شعبيا يراه الكل بأن الشعب مع هؤلاء الشهداء وليس مع الظالم الذي قتلهم؟ الحاكم الذي يكون أغلب الشعب ضده، هل عليه أن يستميل الشعب أم أن يتوغل في استعداء الشعب؟ دع عنك الدين وادعاءك بأنك تمثل بلدا إسلاميا في منظمة المؤتمر الإسلامي، إن كان هناك شيء في الواقع اسمه هذه المنظمة، لكن تكلم عن السياسة كما يتكلم السياسيون في غواتيمالا أو في كوستاريكا أو في أي دولة في العالم. هل الحاكم الحكيم هو الذي يستعدي شعبه؟ هذا الحاكم يزداد كل يوم تخبطا، ونحن نقول لهذا الحاكم عليك أن تقرأ أبجديات التاريخ والسياسة إن كنت تريد أن تكسب شيئا، إن كنت تريد أن تبقى حاكما، لأن الحاكم لن يبقى حاكما وهو يستعدي شعبه. القضية قضية وقت، ما دمت قد استعديت شعبك وأوغلت في استعدائه لابد أن تلاقي مصيرك. ثانيا، أقول أن هذه الجرائم لم تكن لتحصل لولا الدعم من بعض الأنظمة. في المنطقة العربية هناك النظام السعودي وبعض مشايخ أو مشيخات الخليج، والأهم من ذلك هو النظام الغربي. النظام السياسي في الغرب هو نظام مشارك لما يجري في البحرين من الظلم مشاركة مباشرة أو غير مباشرة. لولا دعم هذا النظام الغربي السياسي
لما توغل هذا النظام في العتو والغطرسة والديكتاتورية، لأن النظام السياسي الغربي نظام منافق بأبسط وأوضح الكلمات، نظام منافق يزعم أنه يرفع شعار الديمقراطية، ومع ذلك يقف بكل قواه العسكرية والسياسية والإعلامية في دعم أنظمة ديكتاتورية وحشية فاشستية. كيف يمكن أن توفق بين الأمرين؟ الكيل بمكيالين من قبل الساسة الغربيين ظاهرة لا تخفى على عاقل. نقول ونحن نقط في هذه المنطقة من العالم أن المسلمين الذين يحملون المواطنة في هذه البلاد لهم الحق أن يرفعوا أصواتهم معترضين على هذه الأحزاب السياسية التي ترفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها في الواقع تدعم الأنظمة الإرهابية الدكتاتورية القمعية. أقول لو قمنا نحن وكل من يحمل جواز هذا البلد بالمطالبة من أعضاء البرلمان أن يسألوا في البرلمان الحكومة كيف تبرر دعمها لهكذا أنظمة؟ إذا تمكن المسلمون في هذه البلاد من ممارسة حقهم القانوني والسياسي في الضغط على هذه الأنظمة الغربية يمكن تغيير شيء من الواقع السيء في البحرين والدول الأخرى التي تشترك مع البحرين في القمع. لكن إهمال هؤلاء وهم رعاة الدكتاتورية وهم الساسة السياسيون الغربيون، إهمال هؤلاء يعني ترك الحبل على الغارب لأولئك الأقزام الصغار أن يعيشوا في الأرض فسادا. علينا أن نشجع كل المسلمين في الغرب أن يرفعوا أصواتهم من خلال القنوات القانونية السياسية الإعلامية لكي يطالبوا الأحزاب الحاكمة هنا أن تتخذ موقفا صادقا ضد الدكتاتورية والقمع والإرهاب. يعني هل تتوقع أن الساسة هنا يذهبون إلى موغابي مثلا في زيمبابوي لكي يشاركوا في احتفال دعما له؟ كلا، لا يمكن، لأنهم يعتبرون أنه موغابي ضد الديمقراطية وضد الحريات. طيب موغابي ضد الحريات لكن نظام البحرين القمعي هو نظام ديمقراطي برأيكم؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ إلى متى يبقى النظام الغربي السياسي نظام منافق؟ نحتاج أن نرفع أصواتنا بما نتمكن عليه ضمن القنوات المتوفرة، ونقول لأهلنا في البحرين اصبروا وصابروا ورابطوا، النصر معكم، لأن الله عز وجل قد وعدكم ووعد المؤمنين بقوله عز من قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.